السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور، مساء الورد والياسمين. شني حوالكم؟ دوك زي بلاي وذ احنا خارجين في طريقنا باش نمشيو للمدرسة باش نجيبو خوها. لقات كلب ليان عملت عليه جو، حاسي واحنا ماشيين نزرب تو باش نروح بيه او كروحنا بيه. والله وزاد ليان هي اللي تصور مش انا نصور. المهم انا باش نروح نزرب باش نطيب لسان عصفور مفور من البنات شاهينها. يلا باش ندخل ديريكت الكوجينة. هاي يا سيدي دخلنا لكم الكوجينة توا، معايا البنوته باش تعاوني، ليان باش تعاوني. عندنا دجاجات، دجاجه قلت لكم دجاجه باش نفوخوها. عندنا لهنا اول حاجه الهريسه العربي باش تجينا مفلفله وحاره باش نكثر من الحقيقه. هي الشربه المفوره حاره، ماما حاره الشربه هذه. هريسه عربي قول ليان، هريسه عربي اوكي. عم تحطيش برشا، هاي حطي توريني. اوكي اوكي هاي هذا فلفل زينه نحطوه على جنب توا. هذا باش نحط زنجبيل حطي. اوكي هاكا شويه بالكل، انفضهم انفض هاكا هو باهي. نحطوه على جنب من بعد نسكره باهي. وهنا الثوم بالرغم انا عندي نوريكم، ولكن الثوم البودر ديما نحط شويه. حط شويه ماما بودر، ثوم بودر، قولي ثوم. صحيتي هاكا هو، رجعها المغرفه باهي. الكركم يلا عبي مغرفه نتاع كركم. هاي بسم الله رد بيك تفرط لي اللي لا مقلوبه هذيك. هاي عبي زيدي 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 واحدة أخرى، يعني محكار مغرفة صغيرة. زيدي مرة أخرى ماما خاطر المغرفة صغيرة برشا باهي. هذوما سيدي سيدي ونغطسوه لهنا باش من بعد نسكر. هنا يا سيدي عندنا عندنا الزعتر والكليل اللي نحطي مرتي. واحدة اثنين صحيتي هكا هو باهي. باش نحطو شوية ملح توا باهي. عنا تابلو كروية مهرسة مع الثوم، وعنا الطماطم، وعنا الملح. يلا حطي الملح هاي بسم الله. هذاك بليد ما يهبنا بالعاني خاطر عطيتو هي باش ما تصبليش برشا ملح. هاي هات يس يس حتى كي نزيد انا. اي خلينا نحط انا شوي، كي نزيد انا شوية اوكا هاي. ولا تحطي يدك، هات يدك هاي اوكي حطي هاي صحيتي. توا يا سيدي باش نحطو سنينات الثوم هرسة في التابلو كروي مع التابلو كروي باهي هكا هو قتلي باهي. تكلم عند دي بكوشة تكلم. هاي تحب تحط انتي هاي حط هاي زيد مور تابلو كروية. وتعرف تحب الثوم هي كيما الصوص نتاع المقرونه، كيما الصوص نتاع النواشر، الدويده المفوره، كلهم كيف كيف. هاي يز يز هيك نزيدوه شوي من بعد ونشللوه. باهي شنو نعملوا لهنا؟ هنا عندنا الطماطم اللي قلت لكم عليها، هذه ما تشوفوهاش برشا، هذه حليتها البارح طيبت منها وكهو خاطر هذه نوعيه الطماطم هذه الكعب مثلا مريح مرحمه تستهلك برشا خاطر مش كيما طماطم كونسونتري تحط حتى مغرفتين تكفي. هذه خفيفه هذاك علاش يعني باش نحطها الكل. اوكي يلا شدي شدي وصبي على راسك، صبي هكا شدي شدي هاكي هكا اولفت. يلا هاتي نشدها لك وانت كمل هبطها بالمغرفه. هاي هاي بالمغرفه هبط. هي صحيه خير لكن على غالبا تستهلك برشا يعني، خاصة في المقارن الحاجات هذيا ماهيش مزلزيتة ماهيش ما تكفيش معناها تستهلك برشا يعني، شوية طماطم منها ما تكفيش للمقرونة ولا حاجة.
زيت زيت تحب بزيت زيت يلا يلا ميكسك ماما يا خالتي بشوي بشوي عاد ما تمسخيش روح باش نحط فيه شويه ما سخون رد بيك ماما سخونه شويه بركه باش نحلو بها اللفاح نتاعنا نجم نحرك ولا ليه نجم نحرك نجم نحرك ولا ليه صحيتي ديجا الفحات هذوكم والتابل والثوم كي تحط فيه وقت الزعتر والكليل ديجا مازالت ما تقليتش والريحه طلعت وانا على فكره باش نطيب خاطر يظهر لي نور ومنجي جايين اليوم يعني عملت قلت حسابي زايد شويه الصوص باش نعمل زايد شويه الصوص كي نطيب وهذا نطيب في طنجره ارتاح لي الحقيقه ما نحبش نطيب المقفول المقفول مش كبير برشا وزيد يقلقني انا ديما نفور الحاجه كسكسي ولا المقفول اللي عندي الكسكسي ولا اي حاجه نحب نطيبها في مرقتها وحده في طنجرتها وحده ونفور الحاجه في المقفول اي حاجه كانت هكا توا ذوما باش هكا ما شاء الله عليهم باش نحط على الغاز تتقلى هني المرقه نتاع تغلي لاباس الحاجه اللي ما حطيتهاش هي الفلفل والرند انا باش نرمي الرند توا على ريشه الرند هكا الرند خليهم يطيبوا ونقص عليها سله سله ريحتها طالعه ما شاء الله حتى كان باش نزيدها نزيدها شويه ماء ماء سخون باش ما نقعدش نزيدها من بعد الماء حتى تعرفوا الشربه المفورة شربه عصفور المفورة شربة لسان عصفور مفورة تشرب كيف كيف كيما الدويده كيما كلهم يشربوا كلهم باه نغطيها وعندك لهنا عندنا المقرونة السباجيتي زيد نطيب فيها الليان هذيك اللي كنت تعاون فيا وخوها وطيب نطيب بطبيعتي الصوص نتاعهم الصوص نتاعهم يعني نيق صفيح مش كيما نتاعنا احنا فهمت وبالدجاج طبعا كله بالدجاج هما مقرونة بالصلصة سباجيتي بالصلصة طبعا توا باش عملت لها ضربه بالسكينه هذا خاطر حار شويه وعندي واحد بركة عندي فلفل الحلو ما نحبش نحطه فباش نعمل هذه هذه على فكره كسكاس لي صغيرون هاك كيفاه هي تو ديريكت حطيت الماء يغلي وهذا هو الشربه اللي قلت باش نعملها هي موش مليان الباكو لكن انا زاد نقصت منها خاطر زوزو يبقى لهم غدوه من غدوه الحي شويه يهزوا منها فطوراتهم كهاو تقعد بيتها برشا ما ياكلوش منها هذاك علاش عليها الخساره طيب باش ناخذ شويه مرقه مش بالزيت باش نعمل شويه مرقه وهي شي حكيكة مرقتنا هذه اللي هي ديجا طايبه باش ناخذ منها الزيت هذاك شويه ونخلط بها هذايا الشربه ونحطها تتفور على روحها لهنا ونغطيها بطبيعه الحال وكل مره انه نمرقها بالماء نفس المرقه حتى لين توصل لدرجه الطياب وتنوريها لكم هاو خطيت منها شويه مرقه بركه تجيب فاظن نخلطها بشويه زيت انا باش ما تلصقش ولا حاجه هاكا عملت بها شويه المرقه بيدها وتو باش نحطها في الكسكاس هاكا وحطيتها في الكسكاس وتو نغطيها ونخليها ان شاء الله تفور على راحتها رجعنا هاكا ما شاء الله من قبيله وهي قاعده تفور ونسقي فيها شوف كيفاش فاركت تبارك الله لكن مازال شبيك اوكي اوكي اشرب يا لوس اشرب ميساج حسيل وهاي المرقه كل مره نزيد منها باش نسقيها بمرقتها قريب تطيب هي تو شوفوا ما شاء الله يعني كانت شويه تعبت برك الله بالرغم نقصت قلت مش لازم نعمل برشا وانا هنا نعمل في الخبز نتاعي اللي هو نتاع العدس كهوا سيدي طابت هكا تسمو فيها تترشق قاعده تتجمر حطيتها في المعون هذا باش نغطيها توا ونخليها تتجمر سله سله انا توا الغاز طفيته ما خاطر كنت نطيب عليه سخون بتبيعته فقاعده تتجمر سله سله واذا كان شفتوا تستحق باش نحل الغاز شويه نحل باش نغطيه بنينه برشا فركه ما شاء الله مش نقول لكم مليانه بالمرقه
توا هذايا كل من بعد يتشرب ما يقعدش، خاطر هي تشرب برشا كيما الدويده المفوره كيف كيف كل مقرونه. ان شاء الله يعجبكم حاصيل الفيديو اليوم. انا كالعاده قاعده نطيب مغادي في خبيزاتي هاكا طايبين باش ما نبقاش نلوج كل يوم عبا مادامني واقفه في الكوجينه واقفه. المقرونه الاولاد طابت الحمد لله به سباجيتي هكا هو توا قريب شقال الفطر. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم. ما تنسوناش من لايك اهم حاجه والمشاهده طبعا ذيك بطبيعتها، ونحبكم برشا برشا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.